بسم الله الرحمن الرحيم، معك أستاذ طاهر أحمد، وسنشرح مادة الرياضيات للصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول. النهاردة يا أولاد هناخد مراجعة ليلة الامتحان في فرع الجبر. السؤال الأول بيقول: اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة. 1. النقطة 3 و 4 تقع في الربع الكامل، الأول، الثاني، الثالث، الرابع. طبعا نقطة 3 و 4 البعد الأول موجب والبعد الثاني موجب وموجب موجب، دي موجودة في الربع. أيوة برافو عليكم، الربع الأول. من مقاييس التشتت، دوت عندنا أكتر من مقياس للتشتت. هل الوسيط؟ هل الوسط الحسابي؟ هل الانحراف المعياري؟ هل المنوال؟ طبعا الإجابة الصحيحة من مقاييس التشتت الانحراف المعياري، ومقياس التشتت الثاني اللي هو المدى. سؤال رقم 3: الثالث المتناسب للعددين 3 و 6. عايز اجيب الثالث المتناسب ليه. فهنفرض ان الثالث المتناسب ده ب س، ونبتدي نكتبها على شكل التناسب. 3 على 6 بتساوي 6 على س، ونعمل طرفين في وسطين، فيبقى 6 في 6 على 3، 6 في 6 في 36 على 3، يبقى فيها ال 12. يبقى الثالث المتناسب 12. السؤال الرابع: اذا كانت نون س بتساوي 2، نون صاد في س بتساوي 6، فإن نون صاد 2 بتساوي كام؟ طيب أول حاجة نون صاد في س بتساوي 6، ونون س ب 2، يبقى أكيد نون صاد بكام؟ ب 3، لأن نون س في صاد أو نون صاد في س هي عبارة عن نون س في نون صاد، يبقى كده وصلنا إن نون صاد ب 3. هو عايز نون صاد 2، يعني 3 أس 2، يعني الإجابة هتكون 9. السؤال الخامس: المدى لمجموعة القيم 7 و 3 و 6 و 9 و 5. طبعا المدى القانون بتاعه أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. أكبر قيمة في القيم اللي موجودة عندنا هنا اللي هي 9، وأصغر قيمة اللي هي 3. نجيب المدى تبقى 9 ناقص 3، فالإجابة تكون 6. يبقى المدى للقيم 7 و 3 و 6 و 9 و 5 هو 6. إذا كان س ص بتساوي 7، فإن ص تتغير. طبعا اكيد ده بالنسبه لي، طالما قال لي س ص بتساوي 7 هنقل س الناحيه الثانيه قسمه، يبقى ص بتساوي 7 على س، هشيل الثابت اللي هو 7، فبيبقى ص تتغير مع 1 على س، وده تغير عكسي، عشان كده ص تتغير مع 1 على س. نروح للسؤال اللي بعده. السؤال بيقول: اذا كانت س تساوي 2 و 5 وصاد 1 و 2 وعين 3، فأوجد نون س في عين. رقم 2: صاد تقاطع س مضروب في عين. طيب أول حاجة عشان أقدر أحل المسألة ديت، اللي هو المطلوب الأولاني اللي هو نون س في عين، فده معنى إن نون س في عين معناها نون س في نون عين، يعني عدد عناصر س في عدد عناصر عين. عدد عناصر مجموعة الس عندي 2، عدد عناصر مجموعة العين 1، يبقى 2 في 1 ب 2، يبقى نون س في عين اللي هي نون س في نون عين 2 في 1 ب 2. نروح للسؤال التاني: عايز ص تقاطع س في عين. أول حاجة لازم أجيب الأول التقاطع. عايز ص تقاطع س في عين، أجيب التقاطع بتاع ص وس، التقاطع هيطلع عندي 2، عشان التقاطع معناها العنصر الموجود في مجموعة الصاد ومجموعة س في نفس الوقت، والعنصر الموجود في مجموعة الصاد ومجموعة س في نفس الوقت اللي هو الاتنين، عشان متكرر هنا 2 و 5 هنا 1 و 2. هضربه في عين، وعين مفيهاش غير عنصر التلاتة، وهضرب مجموعة الاتنين في التلاتة. طبعا لما اضرب مجموعة الاتنين في التلاتة هتدينا المجموعة 2 و3. نروح للسؤال اللي بعده. السؤال بيقول: إذا كان ب وسط متناسب بين أ و ج، فأثبت أن أ ناقص ب على أ ناقص ج بيساوي ب على ب زائد ج. المفروض عشان اقدر اثبت التناسب دوت هاخد الفقره الاولانيه اللي هو بيتكلم فيها: اذا كان ب وسط متناسب بين ا و ج، ونكتبها في شكل التناسب اللي هو ايه. طالما هو ب وسط متناسب معناه انها ب متكرره، فنفرض ان ا على ب بتساوي ب على ج بتساوي الثابت اللي هو عندي، اللي هو دايما بكتبه بالايه، بالميم. يبقى ا على ب بتساوي ب على ج بتساوي ميم. وطبعا هبتدي من الآخر ده عشان ده تناسب متسلسل، فهبتدي بالمقدم بتاع النسبة الأخيرة اللي عندي اللي هو ب، أضربه في
التالي بتاعه مع الثابت يعني ب في ج، بقول ان ال ب بتساوي ج م وال ب بتساوي ج م، واروح لل المقدم بتاع النسبة الأولى اللي هو الألف ويبقى ج م أس 2، يبقى ال ب ج م الألف ج م أس 2. طيب المفروض هناخد بقى القيمتين دول وهنعوض في الطرف الأيمن عشان نشوف يطلع كده. هعمل الطرف الأيمن اللي هو ألف ناقص ب على ألف ناقص ج، هشيل الألف وأكتب قيمتها ج م أس 2 وأشيل ال ب وأكتب ج م، شيل برضو تحت الألف وأكتب ج م أس 2 وأشيل ال ج طبعا ثابتة هتفضل زي ما هي، يبقى الألف وال ب والألف هما اللي هيتشالوا. نروح الطرف الأيمن ونعوض، شلنا الألف أهو حطينا ج م أس 2 وشلنا ال ب وحطينا ج م، وشلنا تحت الألف وحطينا ج م أس 2 ناقص الج. طبعا لو بصينا للبسط في عامل مشترك الجيم متكررة والميم، فهناخد العامل المشترك ج م، وتحت المقام في الجيم متكررة فهاخد الجيم عامل مشترك، يبقى فوق هاخد الجيم م وتحت هاخد الجيم عامل مشترك. لو أخدت الجيم م فوق عامل مشترك قسمت الأولاني بقى على الجيم م هيطلع بقى ميم، وقسمنا التاني جيم ميم على جيم ميم هيبقى واحد. تحت بنفس الطريقة هنقسم على الجيم، جيم ميم أس 2 على الجيم فضل ميم أس 2 وجيم على الجيم فيها الواحد. فلما ناخد العمل المشترك جيم ميم فوق هيتفضل ميم ناقص واحد، ناخد العمل المشترك جيم تحت هيتفضل ميم أس 2 ناقص واحد. لو لاحظنا إن القوس اللي في المقام اللي هو ميم أس 2 ناقص واحد ده فرق ما بين مربعين، فده محتاج إن هو يتحلل لقوسين بعد مختلفين في الإشارة. بمعنى إن أنا هسيب الأولاني اللي هو ج م على م ناقص واحد البسط زي ما هو، وتحت الجيم هسيبها زي ما هي. الميم أس 2 ناقص واحد دي هتتلقى قوسين، فرق ما بين مربعين، مرة هاخد الجذر بتاعهم فيبقى مرة م ناقص واحد، مرة تانية هيبقى م زائد واحد. المفروض أختصر، هختصر الجيم مع الجيم والميم ناقص واحد مع الميم ناقص واحد، هختصر البسط مع المقام يعني، فهيتفضل لي م على م زائد واحد. وكده يبقى انا عملنا الطرف الايمن ووصلناه لابسط صوره خالص اللي هي ميم على ميم زائد واحد. نروح للطرف الايسر، الطرف الايسر فيه ايه؟ ب على ب زائد ج، هشيل ال ب واكتب ج ميم واشيل ال ب في المقام واكتب ج ميم، فيطلع الطرف الايسر ج ميم على ج ميم زائد ج. لاحظنا ان المقام فيه عامل مشترك، العامل المشترك اللي موجود في المقام اللي هو الج، فهناخد ج عامل مشترك من المقام، جيم ميم بتاعت البسط زي ما هي، وتحت الجيم مشترك عمل مقام واقسمها برضو فهيبقى لي برضو ميم زائد واحد. حاجة اختصر، اختصر البسط مع المقام الجيم مع الجيم هيتفضل لي ايه؟ ميم على ميم زائد واحد. وكده يبقوا الطرفين متساويين، لان الطرف الايمن لما جينا بسطناه لابسط صورة طلع ميم على ميم زائد واحد، الطرف الايسر لما بسطناه لابسط صورة طلع ميم على ميم زائد واحد، يبقى الطرفين متساويين والاثبات صحيح. نروح للمسألة اللي بعدها. مسألة بتقول إذا كان س واحد وتلاتة وأربعة وخمسة وص واحد واتنين وتلاتة وأربعة وخمسة وستة، وكانت ع علاقة معرفة من س إلى ص، حيث أ علاقة ب تعني أ زائد ب بتساوي سبعة، لكل أ تنتمي لس وب تنتمي لص. اكتب بيان عين ومثله ومثلها بمخطط سهمي وبين إذا كانت عين دالة أم لا. طيب هنبتدي نشتغل على القاعدة اللي هو موجود عندنا. ايه القاعدة اللي موجود عندنا؟ اللي بيقول لك ان أ زائد ب بتساوي سبعة. طب ايه الألف دي؟ اللي هي عنصر من عناصر س، مين ب دي؟ اللي هي عنصر من عناصر ص، لازم يكون مجموعهم سبعة. يبقى ناخد دي بقى ايه؟ واحد أول عنصر من عناصر س اللي هو الكامل واحد، أخده مع الكام عشان يبقى زائد ب بيساوي سبعة لازم أخده مع الست، أخد واحد وست. أخد ايه تاني عشان يبقى مجموعهم سبعة؟ العنصر التاني اللي هو تلاتة مع الأربعة، يبقى تلاتة وأربعة، وأربعة مع تلاتة، وآخر عنصر اللي هو خمسة هيتاخد مع الكام؟ مع الاتنين. يبقى بيان عين هيطلع عندي واحد وستة، تلاتة وأربعة، أربعة وتلاتة، وخمسة واتنين. المفروض إن إحنا المفروض نمثلها دلوقتي بمخطط سهم. هنعمل المستطيل بتاع السين ونحط فيه الأرقام ونحط رمز السين فوق المستطيل، واحد وتلاتة وأربعة وخمسة، ونعمل مستطيل تاني للصاد لو في واحد واتنين وتلاتة وأربعة وخمسة وستة، ونحط رمز الإيه؟ الصاد. يبقى المجموعة الأولى س واحد وتلاتة وأربعة وخمسة، والصاد واحد واتنين وتلاتة وأربعة وخمسة وستة. المفروض هنبتدي نعملهم بقى بمخطط سهمي. عندنا أول زوج مرتب عندنا في البيان عين اللي هو واحد وستة، فهنروح واحد سهم من واحد لغاية الستة، ونفس الكلام الزوج المرتب التاني اللي هو تلاتة وأربعة، سهم من التلاتة للأربعة، بعد كده تاني سهم من الأربعة للتلاتة، وآخر سهم من كام؟
من 5 للـ2. يبقى كده انا عملتها بمخطط سهمي، 1 و6 3 و4 4 و3 5 و2. طيب يبقى انا كده خلصت البيان وخلصت المخطط السهمي. بيقول لنا هل العين دالة ولا لا؟ طبعا هي دالة، لان كل عنصر من عناصر س ظهر كمسقط اول مرة واحدة، فبالتالي هي دالة. يبقى كده خلصنا الجزء الاول من مراجعة النموذج التاني، واللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. شكرا لكم جدا. السؤال بيقول اذا كانت 5 ألف بيساوي 3 ب، اوجد قيمة 7 ألف زائد 9 ب على 4 ألف زائد 2 ب. عشان اقدر اوصل لقيمة المقدار اللي هو بيقول عليه دوت، لازم اخد النسبة اللي موجودة عندي او العلاقة اللي موجودة عندي ما بين ألف وب، ونبتدي نشتغل عليه. اللي هي ايه العلاقة دي؟ اللي هي 5 ألف بتساوي 3 ب. نعمل فيها ايه يا ولاد؟ لازم نغير شكلها لشكل النسبة اللي احنا نعرفه. عايزين نخليها ألف على ب. وما ننساش يا ولاد، لما نيجي نعمل ألف على ب لازم نرجع بالعكس، 3 على 5. يبقى ألف على ب بيساوي كام؟ 3 على 5. طبعا لازم هنا نسويها، نجيب ثابت ونفرده بميم مثلا او بكاف، ونسويه بقيمة الالف والب. نخلي ان الالف بتساوي 3 ميم، والب بتساوي 5 ميم. بعد كده هنبتدي نعوض عنه هنا. نعوض عنه هنا ازاي؟ اول حاجة عندنا المقدار اللي هو كام؟ 7 ألف زائد 9 ب على 4 ألف زائد 2 ب. هنشيل الالف ونحط قيمتها اللي هي 3 ميم، ونشيل الب ونحط قيمتها اللي هي 5 ميم. هيبقى 7 في 3 ميم زائد 9 في 5 ميم، وكذلك في المقام 4 في 3 ميم زائد 2 في 5 ميم. طبعا اول حاجة لازم نعملها ان احنا نعمل الضرب الاول، فهنضرب كل اللي موجود عندنا بالترتيب. يعني هضرب الاول 7 في 3 ب21 ميم زائد 9 في 5 ب45 ميم، تحت برضه 4 في 3 ب12 ميم زائد 2 في 5 ب10 ميم. نجمع البسط مع بعض هيطلع 66 ميم على 22 ميم. الميم هتروح مع الميم، و 66 على 22 فتطلع الإجابة 3. نروح لسؤال تاني، يلا بينا. سؤال بيقول، السؤال الرابع، إذا كانت دالة س بتساوي 4 س زائد ب، وكانت دالة 3 بتساوي 15، أوجد قيمة ب. عشان نقدر نوصل لقيمة ب لازم نستخدم المعطى اللي موجود عندنا. المعطى اللي هو مين؟ اللي هو دالة 3 بتساوي 15. طب نعمله ازاي؟ هنقول دالة 3 بتساوي 15. طب دالة 3 دي اجيب قيمتها ازاي؟ يعني تعوض في قاعدة الدالة اللي عندك وتحط مكان السين 3. طب هي قاعدة الدالة بتقول لنا ايه؟ ان بتقول 4 س زائد ب. هيبقى بدل السين نكتب 3، يبقى 4 في 3 زائد ب بتساوي المقدار، القيمة اللي هو قايل عليها اللي هي كام؟ 15. طبعا الضرب قبل الجمع، فنضرب 4 في 3 الأول. يبقى 4 في 3 تبقى بكام؟ أيوه ب12. يبقى 12 زائد ب بتساوي 15. طبعا عملية الجمع بتروح بعكس العملية اللي هي طرح، فيبقى ب بتساوي كام؟ 15 ناقص 12، يعني ب بتساوي كام؟ 3. يبقى قيمة ب اللي هي موجودة في قاعدة الدالة اللي هي 4 س، قاعدة الدالة اللي هي دالة س تساوي 4 س زائد ب، قيمتها هتكون 3. نروح للسؤال اللي بعده. مسألة بتقول مثل بيانيا منحنى الدالة حيث دالة س بتساوي 4 ناقص س تربيع، متخذا س تنتمي للفترة من سالب 3 ل 3. ومن الرسم استنتج نقطة رأس المنحنى والقيمة العظمى للدالة ومعادلة محور التماسك. أول حاجة هنعملها، هنعمل جدول عشان نعوض فيه كل الأرقام بتاعت السين اللي هو قايل عليها. وقال لنا سين تنتمي للفترة من سالب 3 ل 3، فهنبتدي نعوض بكل الأرقام من أول سالب 3 لغاية 3. فهنعمل جدول زي اللي قدامنا ده، ونحط قيم سين عندنا سالب 3 سالب 2 سالب 1 0 1 2 3. نبتدي نعوض جوه الدالة اللي قصادنا عشان نجيب البعد التاني اللي هو الصاد، عن طريق الدالة اللي هي 4 ناقص س تربيع. هنحط مكان السين مكان السين نحط سالب 3 كمكان السين، أو نحط سالب 3 سالب 3 تربيع 9، يعني 4 ناقص 9 يعني سالب 5. وكذلك مع السالب 2 هنبتدي نعوض برضو هتطلع بصفر. سالب 1 هنبتدي نعوض مكان السين هتبقى 4 ناقص 1 فتطلع 3. والصفر برضو لو جينا عوضنا هيبقى 4، والواحد بالتعويض تطلع 3، والاتنين هتطلع البعد التاني بتاعها صفر، والتلاتة هتطلع البعد
التاني بتاعها سالب 5. يبقى عندنا دلوقتي الأزواج المرتبة اللي هنعوض بيها اللي هي سالب 3 وسالب 5، سالب 2 وصفر، سالب 1 و3، 0 و4، 1 و3 و2 وصفر، وآخر زوج مرتب 3 وسالب 5. هنحمل المحورين، محور السينات ومحور السطات زي اللي على الرسمة، يمين موجب وشمال سالب، فوق موجب وتحت سالب، ونبتدي نعوض بالأزواج المرتبة اللي احنا قلنا عليها. أول زوج مرتب كان سالب 3 وسالب 5، نروح سالب 3 على محور السينات وننزل عن سالب 5، وكذلك برضو سالب 2 وصفر، وسالب 1 و3 وصفر و4 و2 وصفر و3 وسالب 5. نوصل النقط بإيدينا طبعا، فيطلع منحنى زي اللي موجود عندنا في الرسمة. يبقى ده منحنى الدالة التربيعية اللي هي دالة س اللي هي 4 ناقص س تربيع، هو هيطلع المنحنى اللي قدامنا. يطلب 3 أسئلة على الرسمة دي غالبا. أول سؤال هنا عايزين نقطة رأس المنحنى. طبعا باين جدا رأس المنحنى، المنحنى ده باتجاهه كده هو طالع ونازل، رأس المنحنى اللي هي أعلى حاجة فوق، دي النقطة اللي فوق خالص اللي هي كام؟ اللي هي 0 و4. يبقى نقطة رأس المنحنى هي 0 و4. معادلة محور تماثل المنحنى اللي هو المستقيم اللي بيقسم المنحنى لجنصين زي بعض، وطبعا هنا بيقسمه باين جدا من عند الصفر. يبقى معادلة محور التماثل س تساوي صفر اللي هو مقسوم كده من عند الصفر. أما القيمة العظمى، لو احنا ملاحظين إن المنحنى ده بيزيد وبعد كده يرجع يقل، فعشان كده اسمها قيمة عظمى. وأعلى قيمة وصل لها المنحنى كام؟ كان سالب 5، بعد كده 0، بعد كده 3، بعد كده 4، بعد كده رجع قل تاني 3 0 وسالب 5. فأعلى قيمة اللي طلع لها المنحنى اللي هو عند الأربعة، والقيمة العظمى 4. نروح للمسألة اللي بعدها. سؤال بيقول: إذا كانت ص تتغير مع س، وكانت ص بتساوي 6 عندما س تساوي 3، أوجد طالب طلبين عايزهم مننا. أول طلب العلاقة بين س وص، تاني طلب عايز قيمة ص عندما س تساوي 5. طيب نجيب العلاقة دي ازاي بين س وص؟ هناخد أول جزء من عندنا في المسألة اللي هي ص تتغير مع س. طبعا احنا عارفين لما بنشيل علامة التغير بنحط ثابت التغير، ونعملها ص بتساوي ميم س، يبقى ص بتساوي ايه يا ولاد؟ ميم س. ونعمل ايه بعد كده؟ هنجيب قيمة الص وقيمة الس اللي هو مدهالنا في المسألة، اللي هي وكانت ص بتساوي 6 عندما س تساوي 3، ونبتدي نعوض. هنشيل الص ونحط 6، ونشيل الس ونحطه 3، يبقى 6 بتساوي م في 3. طبعا على طول احنا عارفين ان عملية الضرب بتروح بالعكس اللي هي قسمه، يبقى م بتساوي كام على كام؟ 6 على 3، يبقى مين بتساوي 2. فاحنا كده عرفنا ان ثابت التغير الميم اللي هو ب 2. نرجع بقى فوق في العلاقه اللي هي ص بتساوي ميم س، ونشيل الميم ونحط 2، يبقى ص بتساوي بدل ميم س ص بتساوي 2 س. كده احنا حققنا المطلوب الاول اللي هو عايزه في المساله اللي هو العلاقه بين س وص، طلعناها ان ص بتساوي 2 س. نروح للطلب الثاني، قيمه ص عندما س تساوي 15. إن احنا نشيل بقى السين ونكتب مكانها 5 عشان نعرف قيمة الصاد بكام. يبقى ص بتساوي 2 في 5، يبقى عندما س تساوي 5 فإن ص بتساوي 2 في 5، فص تطلع عندنا ب 10. يبقى احنا كده حققنا المطلوب الأول والتاني، العلاقة بين س وص، يبقى ص بتساوي 2 س. قيمة ص عندما س بتساوي 5، قيمة ص دي هتكون ب 10. نروح للسؤال اللي بعده. إذا كانت ص تتغير مع 1 على س، وكانت ص بتساوي 3 عندما س تساوي 2، أوجد واحد العلاقة بين س وص. تاني حاجة، قيمة ص عندما س بتساوي 1.5. طيب ص تتغير مع 1 على س، دي علاقة إيه؟ عكسية، لأن هنا ما قالش ص تتغير مع س على طول، ص تتغير مع 1 على س. واحنا عارفين لما بيجيب لنا العلاقة اللي هي ص تتغير مع 1 على س، ان احنا بنشيل علامة التغير ونحط ثابت التغير وبنرمز له بالرمز م. يبقى هنا ص هتساوي م على س، يبقى احنا شلنا علامة التغير وحطينا الم. طيب المفروض العلاقة تبقى ص و س بس، يعني المفروض مفيش الميم ديت. طب اعرف الميم قيمتها ازاي؟ ان انا استخدم عندي اللي هو قايله، قال لك ايه؟ وكانت ص بتساوي 3 عندما س بتساوي 2.
المفروض ان انا اشيل الصاد واحط مكانها 3، واشيل السين واحط مكانها 2. يبقى دلوقتي انا همسك العلاقه اللي عندي اللي هي صاد بتساوي ميم على سين، واشيل الصاد واكتب 3، واشيل السين واكتب 2. طب اجيب بقى الميم ازاي؟ ايوه تمام، هنضرب بقى القسمه دي تروح ضرب، فنضرب الاثنين في 3، فالميم تطلع بكام؟ ب6. يبقى ميم هتساوي 6. طب العلاقه بقى نرجع لها، بدل ما نكتب الميم دي نشيل الميم ونكتب الستة، فبدل ما صاد بتساوي ميم على سين، صاد بتساوي 6 على سين. يبقى العلاقة بين سين وصاد، صاد بتساوي 6 على سين. نروح للجزء التاني من السؤال، عايز ايه بقى هو؟ قيمة صاد عندما سين بتساوي 1.5. كل اللي انا هعمله هشيل السين اللي هي موجودة عندي، او الرمز السين اللي موجود عندي، واحط القيمة الجديدة اللي هو قايل عليها اللي هي 1.5. يبقى ص هتساوي 6/1.5، تطلع الإجابة 4. دلوقتي أنا عرفت قيمة الص عندما س تساوي 1.5، القيمة تطلع بكام؟ ب4. نروح مسألة بتقول احسب الوسط الحسابي والانحراف الميالي للقيم 8 و9 و7 و6 و5. عشان أقدر أجيب الانحراف المعياري والوسط الحسابي، طبعا أول حاجة هبتدي بالوسط الحسابي. القانون بتاع الوسط الحسابي مجموع القيم على عددها، يبقى س بار اللي هي اختصار الوسط الحسابي بيساوي 8 + 9 + 7 + 6 + 5 على عددهم اللي هو 5. لما أجمع القيم على عددهم هيطلع الإجابة 7. يبقى أنا جبت حققت أول طلب اللي هو الوسط الحسابي. عشان أحقق بقى الانحراف الإيه؟ المعياري، هعمل إيه؟ هعمل جدول أحط فيه الأول قيم س اللي عندي، القيم س اللي هي القيم اللي فوق اللي هي 8 و9 و7 و6 و5. تاني عمود عندي اللي هو س ناقص س بار، اللي هو هاخد كل قيم الس دي واشيل منها الوسط الحسابي اللي انا طلعته ب7. يعني اول عنصر اللي هو 8 8 ناقص 7 ب1، بعد كده 9 ناقص 7 2، بعد كده 7 ناقص 7 0، بعد كده 6 ناقص 7 سالب 1، بعد كده 5 ناقص 7 سالب 2. واروح بقى لتالت عمود، تالت عمود بعمل فيه ايه؟ بربع بقى القيمة بعد الطرح، بربعه اللي هو س ناقص س بار كله 2، اربع الواحد بواحد، والاتنين تربيعها 4، والصفر تربيعه 0، والسالب 1 تربيعه 1، وسالب 2 تربيعه 4، واجمع القيم دي كلها مع بعض اللي هي س ناقص س بار كله 2 اللي هو العمود الاخير، 1 + 4 + 0 + 1 + 4، كل ده هيطلع لنا بايه؟ ب10. بعد كده نروح لاخر خطوه اللي انا اجيب بيها الانحراف المعياري. الانحراف المعياري هيبقى جذر مج س ناقص س بار كله 2 على ن، يعني جذر 10 اللي هو مجموع اللي هو س ناقص س بار كله 2 مجموعها ب10 على عددهم اللي هو 5، يبقى جذر 10 على 5 فيطلع الاجابه جذر 2. يبقى انا كده حققت الوسط الحسابي في اول مساله جبته ب7، حققت الانحراف المعياري اللي هو بجذر 2، ممكن نكتبه بالتقريب بال10. نروح لمساله جديده. مسألة بتقول أوجد الانحراف المعياري والمتوسط الحسابي بالانحراف المعياري للجدول اللي عندي. الجدول اللي عندي ده بيمثل عدد الأطفال وعدد الأسر. عندي عدد الأطفال 0 1 2 3 4، وكل واحدة اللي عنده عدد أطفال معين على عدد الأسر الموجودة. اللي ما عندوش أطفال 0 أطفال، فعدد الأسر بتاعه 6. اللي عنده طفل واحد 15، اللي عنده طفلين 40 أسر، اللي عنده 3 أطفال 25 أسر، اللي عنده 4 أطفال 14 أسر، ومجموع الأسر كلها ب100. طيب يلا نروح لمسألتنا، ازاي نجيب بقى المتوسط الحسابي؟ متوسط الحساب والانحراف المعياري نجيبهم ازاي؟ لازم هنعمل جدول كبير عشان نعرف نعمل الكلام ده. اول جدول، اول حاجه، اول خانه في الجدول هنعمل فيها السين. السين دي اللي هي عدد الاطفال اللي هو 0 1 2 3 4، دول اللي موجودين في اول عمود. يبقى س بتساوي 0 1 2 3 4. كاف اللي هو التكرار اللي هو عدد الاسر، يعني اللي هو 6 وال15 اللي هو الصف الثاني، وال40 وال25 وال14. كتبنا السين وكتبنا الكاف. اول حاجه بقى هنعملها هنضرب السين في الكاف. أول حاجة س في الكاف 0 في 6 ب0، وبعد كده 1 في 15 ب15، و2 في 40 ب80، و3 في 25 ب75، و4 في 14 ب56. هنجمع الكاف والس في كاف، من مجموع الكاف اللي هو عدد الأسر هيطلع ب100، والس في كاف لما جينا جمعناهم طلعوا 226. عشان نجيب الس بار هنقسم بقى ال 226 على ال 100 اللي هي مجموع الس في كاف على مجموع الكاف. ف 226 على ال 100 هيطلع 226 من 100. يبقى كده جبت الانحراف المتوسط الحسابي اللي هو س بار. كده حققت اول طلب في المساله هو عايزه. نكمل بقى بقيه العمود عشان خاطر نبتدي نجيب الانحراف الميالي. بعد ما وصلنا للس في الكاف هنبتدي اول خطوه بعد الس في الكاف اللي هي نجيب بقى ايه؟ س ناقص س بار بعد ما جبناه.
ان احنا هناخد كل عناصر السين ونشيل منها السين بار اللي احنا جبناها اللي هي 2.26. يبقى اول خطوه نقوله 0 ناقص 2.26 هيطلع سالب 2.26. كده 1 ناقص 2.26 هيطلع 1 سالب 1.26. وهكذا نخلص كل عناصر السين ونطرح منها السين بار. بعد ما ناخد السين ناقص السين بار لازم نربعها زي ما بنربع ما عملنا في المساله اللي قبلها. يعني ناخد سالب 200 سالب 2.26 كل اس 2 هيطلع معانا 5 و1076 من 10000. نفس الكلام مع الخانه اللي بعدها سالب 1.26 برضو هربعها يعني خليها اس 2 هيطلع 1.5876 من 10000 وهكذا مع كل الصف. بعد ما نربعها هنضربها في الكاف وده اخر عمود عندنا. يعني 5 و1076 هضربها في الكاف اللي هي 6 هيطلع 30 و6456 من 10000 وهكذا في الخانه اللي بعدها 1 و5876 هضربها في الكاف بتاعتها اللي هي 15 هيطلع 23 و814 من 1000 لغايه ما نخلص كل العمود. نروح بقى لاخر خانه دي ونجمعهم كلهم. نجمع اخر خانه كلها هيطلع 13 113 و24 من 100. نجيب بقى اخر خطوه خالص في المساله اللي هو الانحراف الميالي اللي هو السجم اللي هو جذر مج س ناقص س بار كل اس 2 في ك على مج ك. نعمل علامه الجذر وهنبتدي نكتب المجموع اللي طلع لنا اللي هو 113 و24 من 100 على مجموع ك اللي هو عدد الاس اللي هو ايه 100. يبقى 113 و24 من 100 على 100 تحت الايه الجذر هيطلع بالتقريب 1.6 من 100. وكده يبقى خلصنا مراجعتنا بتاعت ليله الامتحان وبالتوفيق ان شاء الله في الامتحان ونجيب درجات عاليه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.